الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. أخوي السلام عليكم. محمد من علي بن ناجي بن علي فجاري. عدنا تو تقرابة 3 سنين ولا 4 سنين ما غير بنطوار، ونعانوا في معاناة زرقة، دم في الكيس، فرد في الكيس، حشيك وسخط. عدا مرأة نافس طلي تفحش في الدم، معناتها ما نعرفش هذي كيفاش. لازم تعملونا بنطوار في أقرب وقت، في أقرب وقت. راه كارثة 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 بالضبط صايرة في العلية في حكاية البنطوار هذي، وراه مجتمع كل ما تقلق منها. نعم معناتها زازار هاني مقابل بالديار، ونبدا معناتها الدم قدام الديار كي تعدى مرا نافس كيفاش الحال. معناتها لازمنا بنطوار في اخر وقت، تحركونا فيه يرحم والديك والبنطوار في اخر وقت، وتعملوا مزيه ولا كرام مع الدهه ذي، خلي البنطوار يجينا. نمشي نذبح في حافوز، ما عنديش بولت نقل باش نمشي لحافوز، ويطردونا من غادي، حتى مش نعطونا الكاوتش ما يعطوهاش لنا جماعه حافوز، ويبجلونا هما قبل الجوم. نحن مش ندخلوا نذبحوا، ظل يكونوا ابقوا لبرا. ساعات سرعه ناخذها ب 300 نلقاها ب 200 الف تتبدل لنا، ما يعطوناش حتى كاوتش، ما يعطوهاش لنا. تقرابة زازار ما نعرفش، تم 40 زازار، 42 في الزون 40. تسمع فيهم صلي على النبي، راه في عيد 27 ذبحت ب 300 مليون راهي السلعه. وفي 300 مليون معناتها ذبحت في الروكارات، معناتها ماذا بينا نحن طبيب يراقبنا، وماذا بينا طبيب يراقبنا على الحم. ثم معناتها ما نعرفش، بالنسبة لي نضمن روحي نذبح في حاجة باهية، ما نعرفش على غيري فيش يذبح. لازمنا طبيب يراقب، سواء نعجة سواء علوش يراقب الطبيب، تمشي أضمان للعباد وللمواطن والصغير وللشباب. المحم راهم ياكلوا فيه المواطنين، معناتها مش ياكلوا فيه حشاك من كلاب ولا حيوانات، راهو ياكلوا فيه بشر كيف وكيفك. كذا لي ما الطبيب ما فيقش به، بالطبيب لازمنا بالطبيب. لازمنا بالطبيب باش يراقبها الطبيب. معناتها انا الحكايه مش متعمد بها، معناتها ما نفيقش بها، لازمني طبيب. رفيق فجيري زازار في العلاء، معناتها مديت العلاء ما فماش مراقبه، البنطوار ما عدناش، طبيب ما فماش، ساعي مريض بقر مريض بح، خاطر ما فماش طبيب باش يراقب، مميت مطيشه فرد. بنطوار يعملوا له بنطوار، عملوا له بنطوار، والحواليت لازم كل باتين ديتها تخدم، خاطر كلها تخدم من غير باتين، ما عادش منظم. واحد يدفع اداءات واحد ما يدفعش، فماش مراقبه الجمله هذه. هاريت 27 فماش. اللي ساعدنا بونتوار خيرنا. ساعدنا كذا اللي فم مراقبه، وكل مثلا مراقبه على حوانيت ولا اللي يدفع الاداءات. فهي كل حاله برشا برشا، كل حاله من غير باتين دي. فيني برشا حوايج عند مميت ياسر مطيشه قدام الحوانيت، سخ ياسر، فما تلويذ ياسر. هذاك باش ساعدني فما نجيريني كل ما تعاركني وياه مع الدم. جيريني كل ما تعاركني وياه مع الدم، ومش الحاونة العطرية هذاك قداش مرة ومرة نتعاركني وياه، ما عنديش حتى حل، ما عنديش حتى حل، فرت والدم لازم يحط في الكيس. لا نقايص ما تبيك نكون بطوار ولا لا؟ ما بينا بطوار نحن. هذه حبة مشروع يكون عارفوها. هذه حبة مشروع. ما عنديش. مع بشير سالمي من علي اخوي العزيز. تاجر هاك تشوف اخويا الشيء هاك شفته وشاهدته بعينيك وصورته، وان شاء الله يا ربي يهديهم المسؤولين والبلديه بنت الله يعملوا لنا حل للموضوع هذا، فهمتني؟ ويعملوا لنا بطوار. تو 4 ولا 5 سنين ما عدناش بطوار، تسمع بيا؟ ولذا اخويا هاك تشوف الشيء هاك باين قدامك، ان شاء الله ربي يهديهم المسؤولين والبلديه كلهم حتى الولايه. يجي قدام الحانوت يذبح العجل بنت الله ويصب عليه الماء، يبدا له سخ ويبدا برشا حوايج بنت الله، ظني نعبسوا فيها ونصمروا بسم الله، نصمروا بسم الله، الواحد اللي ولا عايش بسم الله من اللوطه لفوق. اي شيء تو مده 3 سنين كيما هكا نفس الحاله. جرينا شكينا عيطنا يا ناس يا كذا ما نسمعك حتى حد. هل لازم يعملوا بطوار؟ لقى
بالنسبة لنا احنا الناس كلها تعرف انه البلدية ما تخرجش جهد باش تلوج على فضاء ما يعوض المسلخ، والاشكالية هذه متجدة. العائق الوحيد اللي البلدية العليا ما وصلش باش تلقى له حل لانه يتجاوزها، لانه يقتضي تدخل مجموعة من المتداخلين الجهويين وحتى المركزيين اللي هو المسلخ البلدي. احنا ما يخفاش عن الجميع انه معضلة المسلخ البلدي في العليا خارجة عن اطار بلدية العليا، لان وقت اللي وقع غلق المسلخ القديم على اساس وعد من السلطات المركزيه انه مش يتحل مش تعاونها باش تنقوا مسلخ جديد، لانه حسب القانون مارس 2010 لازم احداث مسلخ جديد يكون مطبقا للمواصفات اللي ما اقلش من 500,000 دينار، وهذا يتجاوز اي بلديه انها تعمل مسلخ بالمواصفات هذه. حاولنا نلقوا برشا حلول، حاولنا عملنا حتى جلسات باشراف السيد الوالي السابق والسيد الوالي الحالي بتدخل، فما مره عملنا جلسه بتدخل 12 متداخلين معناتي من البيئه للفلاحه للتجهيز للناس كلها باش نلقوا حل. الا غالب الحل ما عادش نجم بلديه العليا تلقى حل مختلف كان انها تستغل المسلخ القديم، وذي معناتي الاشكاليه الناس كلها تعرفها انها خارجه عن الاستغلال نظرا لانه يسبب برشا اشكاليات بالنسبه للمعهد الثانوي العليا 2. لذلك المشكله قائمه، وانا راني وصلت توجهت للاذاعات الكل على اساس باش نحاولوا نلقوا حل، لانه راهو عندنا كارثه بيئيه، عندنا كارثه صحيه، لانه المواطن انا راني نزيد نعودها ياخذ لحم معناتي مجهول الهويه بدون مراقبه صحيه، ذبح عشوائي. خلف الذبح العشوائي انه ما يخفاش على الجميع انه التطهير في العليا معناتي الناس كلها الجزار الكل تذبح وتحط في الليروغار اللي هو يمس بالامن الصحي الغذائي، الماء معناتي النبضه كلها تتضرب، معناتي ولينا في اشكاليات ما تخفاش على حتى واحد، اشكاليات تتجاوز بلديه العليا. انا نزيد نعاود ونلح ونقول راهو هذيا حاولنا كبلديه ان نلقوا حل، لكن انت الله غالب لا ماديا، يعني احنا راهو كان لو كان لقينا التعاون من السلطات انه يقع الموافق على احداث مسلخ اخر ما يكونش مطلوب فيه انه يخضع المواصفات نتاع 2010، لاني انا راها اونتر جيمي مواصفات تعجيزيه، لاني ما مستحيله باش تكون بلديه مش تلقى الموافقه نتاع البيئه ونتاع الفلاحه ونتاع الجزارين ونتاع الاتيكا. الناس الكل راهو لجنه مكونه من 12 متدخل، وصلنا احنا جبناهم معناتي في مينيستافيت وباشراف السيد كاتب العام الولايه، وجبناهم من العليا وعطيناهم 3 بلايص، كل بلايص يخرجوا فيها سبله معناتي بالجد. هذه راهو وراهو انا ننبه ونعاود وراي لبلديه العليا مش تملص من مسؤوليتها، لكن انت حاجه تتجوزها. تول عليها عندها 3 سنين ما غير مسلخ بلدي. احنا كبلديه وصلنا حطينا سياره مخوله لنقل اللحوم وجهزناه على اساس باش نذبحوا في حافوز الجزارين، نقول لك اشكاليات، لانه بالمعقول يولي الجزار نتاع حافوز عنده اولويه ومن بعد يجي جزار العلي. ما نقولهاش انا اخر حاجه، اخر حل قدمت مطلب للسيد الوالي الحالي في رمضان على اساس باش ناخذ مسلخ الذيبات، لانه مع انه ناقص ماء اخف الاضرار نجم انه فن نستنى، مع انه على ملك المجلس الجهوي نستنى باش يقع الاحاله نتاع المسلخ هذاك اللي انا كبلديه العلي، وان شاء الله نحاولوا نوصلوا الحلول، لاني انا ما عنديش حتى حل. لاني فسرت لك قلت لك راهو اي مسلخ مش يخرج من المكان اللي موجود فيه المسلخ القديم راهو لازم يكون تبقى للمواصفات نتاع 2010. ما تنجمش الصحه خاطر لازم يكون عندها اطار ترقب فيه، ما عندناش اطار، ذبح عشوائي. يعني فسرت لك، انا قلت لك راهو المعاناه الاخرى خلف الامن الغذائي مع الامن الصحي الممسوس، الماء ممسوس، راهو وصلنا معناتي احنا البلوعات، انا وصلت البلوعات نجبد منها في قطاع اللحم، راي كارثة. أنا كي نقول راي كارثة راني هذه مش مس من خدمة البلدية، لأنه البلدية تجاوزها، لو كان جاء تقصير في البلدية في حد ذاتها نقولك نتحمل المسؤولية وما عندناش حتى قلق ونخطئ ونصيب، لكن انتي الحل يتجاوز بلدية العليا. تعاون السلطة الجهوية على الأقل، السلطة الجهوية أنا قلت لك أنا السيد الوالي أشرف على جلسة، لكن انتي البيئة تقتضي، البيئة تشترط شروط معينة، الفلاحة اشترت شروط معينة، الاتيكات اشترت شروط معينة، معناه كل واحد عنده شروط معينة.